كنت جريء. سبحان الله. بالله عبد الرحمن تفضل. تفضل تفضل. ما عندي سالفه. ما عندي. لا والله بقولها، والله اني بقولها صدق. كان ابوي يجلدني، كنت مودي، كنت مودي. الى الله طول. مودي 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 مودي. يعني شقي شقي. مودي 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 اوكي. شي كنت غلط، شقي شقي عندنا بالجنوب. سمعت ايش قال؟ لا والله اني سمعت غلط. انا اسف. انت سمعته هو ايش قال؟ يا عيال خلاص انا مش عادي. عمرك سمعت صح في القناه، لا انت تسمع غلط. لا يقول لك كان ابوي يجلدني. يجلد شكله ينزل اذنه من جواله. ابوي شديد. سمعت؟ اسلم. كان شديد شديد، مشهور في القبيله، اشد رجل مشهور. اخواني هادي عشان ابوي الله يطول بعمره. اي لازم امدحه. اسمه مشهور. اسمه شو؟ اسمه محمد. امسي عليه المسرات. ونعم المهم يطلع عمره السلامة. ما عليكم زود. جاله مدير ضربت انا واحد بسبب ان معه سندوتشين، سحبت منه سندوتش. المهم دب الولد واكل هذا اللي خلى الغندور يكفلك هندات. كان معه سندوتشين زعلت. ايوه انا كان معي فلوس بس ما عندي سندوتش. امه قلت يطلع عمره السلامة حطني واحد عيّا. قلت والله أخذت غصب المضارب وسحبني المدير. كانت تعاني من ضغوطات. قلت أبوي لطمني، أنت ما أنت رجال. أقول المدير أقسم بالله أنت رجال، أنت ما أنت رجال، أنت هنا على إيش؟ امنع أبوي. ضحك مسكني قال أنت تعاني من ضغوط. طيب سولف لي فضفض. إيش فيك؟ شيء كمل 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 كمل. ويزعل إذا أبو مجدد ذكر عليه. أنا ما تكلمت ما قطعت. أنا سمعت. هو ما صدق على الله حد قال له فضفض. كم عشان هو عنده علم المدير بحركات أبوه له. والله كل كل شيء كل شيء في البيت. جاب الإدارة سواها قدام. كل شيء في البيت سنقلت. حلو. قال وبعد ما خلص. بس السؤال الآن. سؤال اللي بعد. والله بدون دموع. لا كنت تنقل. لا كنت لا والله كنت متبلد من كثر الجلد. أي كتوم كذا تعب لي حار أتكلم بحرقة. بلد. انا في ثاني ابتدائي قال لي طول عمره السلامه. طيب هد هد يا ابوكم ادري ايش الله يستر عليه عبد الرحمن بن حاجه الان قدو نايب قبيلته ما شاء الله عضاضي هو وانا قحطان يعني ما احنا نعم الله يحفظك. المهم يطول عمره السلامه دق على ابوي قال لا انت تجيني قال تعال تعال. جاء ابوي يوم شفت ابوي ذليت قال سعيد خليك برا. طلعت اخذ مع ابوي وزي كذا قال تعالي سعيد. يوم جيت عند ابوي اقرب منه اسلم عليه وابكي. اخذني ابوي احتضني. يوم احتضني يا عيال شعور غريب. حبني اقول يا ولد حبني. المهم المهم قال تراني وصيت ابوك والله ثم الله الربع عنها كلمته. شوف من ذاك اليوم كم لنا سنين. قال ترى سعيد جريء ومثل جرأته يبي له الاعلام. كان ما اعرف. المهم اللي ذكرني بها ابوي مرت السنين وكنت متفوق اللهم لك الحمد دخلت اعلام. يوم تخرجت من الجامعه قال ابوي تذكر كلمه عبد الرحمن بن حاجه؟ قلت لا والله. قال تذكر يوم قال ترى سعيد خص اعلام وعلى جرأته وذي يا البقر الاعلام. اي اللهم لك الحمد وانتهت السالفه الحمد لله على السلامه. ما بغيت اخلص. تستاهل كل خير. تفضل خلاص انا كنت معك على برجاز. انا تخصصي سالفه سعيد. اي شغلته كيك. انا تخصصي طب